اي عهدة خامسة نتحدث عنها واي مرشح للاجماع ولا غير اجماع نتحدث عنه نحن نستقبل افاق 2019 صعبة على كل الجزائريين لي ريزيرف لن تكون يعني موجودة لانقاذ السوق الجزائرية يعني وانتم كلكم سمعتم تصريحات سيد وزير التجارة حينما قال نحن نتجه للحائط ونحن لن يكون لنا ما يجعلنا ما يسمح لنا بالاستيراد حتى حتى الحبوب من هذا من هذا الحاكم الذي يستطيع ان ان يذهب الى هذه الآفاق دون مشروع سياسي متكامل نحن اصحاب مشروع سياسي نحن لسنا من المتكالبين على السلطه نحن لسنا من المتصارعين على السلطه نحن لسنا من الذين يعبدون السلطه نحن لسنا ممن يقاتلون ويفنون أنفسهم ويفنون بلدهم من أجل السلطة نحن أصحاب مشروع سياسي نحن ندعو إلى بلورة مشروع سياسي لمصلحة الجزائر الجزائر ليست محتاجة اليوم إلى من يكون رئيس قبل احتياجها إلى من يبلور مشروع سياسي نحن ندعو إلى بلورة مشروع سياسي يجمع الجزائريين يحقق التوافق وعندئذ يمكن أن نعمل خير إن شاء الله في من يكون رئيسا للجمهورية هذا القرار سيعفن الأوضاع وسيؤزم الوضع وتتحمل الوزيره مسؤوليه ذلك، تتحمل مسؤوليه ذلك لان الحكومه ليست قادره على على فرض الامر الواقع، ليست في موقع القوه على فرض الامر الواقع، نحن في وضع صعب جدا والجزائر لا تتحمل هذه القرارات الغير الغير منطقيه والغير مقبوله يعني، الجزائر تتطلب كثير من الهدوء وكثير من السكينه وكثير من الحوار.